وصف بالخطاب الأخطر. الرئيس التونسي يعتبر أن وزارة الداخلية من صلاحيته وأن التعيينات العليا صلبها من مشمولاته، وهو ليس فقط القائد الأعلى للقوات العسكرية بل والأمنية كذلك. الدولة وحدها هي التي يجب أن تحتكر الضغط المسلح، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية. ينص دستور 2014 على أن وزارة الداخلية من صلاحيات رئيس الحكومة، فيما يتبع الجيش ووزارة الدفاع الرئيس. ردت حركة النهضة على سعيد ببيان شديد اللهجة، اعتبرت أنه بصدد خرق الدستور والنزوع نحو الحكم الفردي والتعدي على النظام السياسي. الخطاب الأخير يعبر على خرق واضح للدستور، الفصل 17 و18 و19 من الدستور الذي يتحدث عن القوات المسلحة ويتحدث عن قوات الأمن الداخلي، واضح وجلي ولا يحتاج إلى قراءات متعسفة نوعا ما. ذهبت بعض التحليلات إلى أن قيس سعيد يقود انقلابا ناعما نحو حكم رئاسي ضمن نظام برلماني. يتصاعد التنازع على السلطة في تونس ويغذيه صراع إيديولوجي محوره الإسلام السياسي. يصعب القول بأن رئيس الجمهورية قام بانقلاب على الديمقراطية، لأن هذا مازال بعيد ولا تتوفر فيه عناصر يمكن موضوعية للقول بذلك. إذن رئيس الجمهورية مازال يفكر في داخل دائرته التي يرى فيها بأنه يجب أن يكون هناك نظام رئاسوي، ولأن الظروف لا تسمح بذلك ولأن ميزان القوى لا يسمح بذلك، فهو يريد أن يوقف قواعد اللعبة ويغيرها بشكل فجئي. انقطع خط الرجعة بحسب البعض بين حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم والرئيس قيس سعيد، فتعطل التعديل الحكومي وإنشاء المحكمة الدستورية وطغى الخطاب التصعيدي الحاد. الصراع بين حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية والرئيس التونسي قيس سعيد يأخذ منعطفا تصعيديا غير مسبوق، أية مخارج لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار البلد. فتح الفالحي ميديا، تونس.